الولاد أحمد متمرد مع نصه، متمرد مع أصحاب العمائم الذين كان يسميهم وزراء الله، كان متمرداً على النظام السياسي في كل حقبه، وقد صدر كتابه الأول وديوانه البكر، ولهذا قيمة رمزية في سنة 84 حين نشر نشيد الأيام الست. لا شعب في الشرقين منتصر ليفرح بانتصاري، اليوم زوجت البلاد لأهلها وأضأت أعوام الضباب بنجمة، بدأ الظلام مسيره نحو النهار. كان في ذروة القمع، وإذا أردنا أن نعتبر نشيد الأيام الست هو أحسن ما كتب أولاد أحمد، نجد رصيدا هاما من النقاد الذين يؤيدون هذا الكلام. نشيد الأيام الست هو أول عمل شعري، والعظماء دائما أعمالهم الأولى وبواكيرهم تشهد على نبوغهم. أولاد أحمد، يعني حقيقة أنا الآن جئت أمامي صورة لأولاد أحمد في شارع كارتاج، وكان هو يجري وأنا يعني ألاحقه. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت، يعني 84، نحن 1984 الآن، في عهد محمد مزالي الوزير القومي زعم العروبي، وعهد البشير بن سلامة، يعني من أهم من تولى وزارة الثقافة في تونس، يعني منعوا كتاب نشيد الأيام الست لأولاد أحمد. وأولاد أحمد بعث لهم رسائل، وقرأ لي الرسائل في الليل في أحد المطاعم في هوامش المدينة، وكانت رسالة لمحمد مزالي ورسالة البشير بن سلامة، وكان يشتم في محمد مزالي وهو على رأس الوزارة ويقول له أنت عملت في تونس ما لم يفعل في ربع قرن، ما لم يفعله الاستعمار في 75 عام، تم يعني أنت منعت كتابي. هذا نشيد الأيام نشيد الأيام الستة في الصادر يعني 84. وكان يجري باش يضع يعني الرسائل في البوستة في صندوق البريد، وأنا كنت يعني أريد اللحاق به، لأنه يعني كنت أرغب أن أمنعه، لأنه مسألة كانت تنجم تؤدي إلى كوارث حقيقية. والحقيقة يعني هو سبقني ووضع يعني هذه الرسائل في البوستة. بعد نشيد الأيام الست نجد ديوانه ليس لمشكلة، ليس لمشكلة أيضا كتب أغلبه وجله في معتقل الجرجاني 85، كتب في أيام التوقيف عام 86 في مخازن الدرك، مخازن الشرطة في تونس، يعني كتب تحت وطأة قمع معين لديه قيمة كبيرة في التوثيق لتلك الفترة، فترة نهايات الحقبة البرجيبية، وذلك النفس البطيء الوئيد الذي يسبق النهاية، فكان شاهدا على تلك الفترة. طويت سجونكم طيا، طويت سجونكم طيا، وها إني هنا أقف وأعترف، أنا العرق المصنف في موائدكم، أنا الأزهار والنوار والخزف. ثم وجدنا ذلك الصراع الذي عاشه أولاد أحمد في حرب باردة ثم أصبحت حرب معلنة مع نظام بن علي. ألمن مثلا، يعني ما دمنا في هذا السياق، أنا أولاد أحمد وقع تكريمه في بداية 7 نوفمبر يعني 1989 تقريبا أو 90، حسيله فكر البداية العامين الأولانيين. بن علي بدأ يوسم المثقفين، يعني دوبو شد تولى السلطة ونادى أولاد أحمد لكي يوسمه، لكي يضع له وسام، الوسام الرابع، الوسام الثقافي الرابع. فرفض أولاد أحمد الوسام، أول مرة تقع في تونس، باش لازم تفهم يا أخي، واحد يرفض الوسام. رفض التكريم وكتب رسالة لبن علي طريفة جدا، شو يقول له فيها؟ يقول له أنت يعني ترغب في تكريمي، والتكريم يتطلب مني أن أستقل التاكسي للوصول إلى قصر كارتاج، ويتطلب مني أن أشتري كسوة جديدة، ويتطلب مني أن أشتري حذاء، وهذه مجموعة في حدود يعني معناها 500 دينار تونسي، بما يساوي مثلا 150 جنيه أو شيء من هذا، 150 دولار أمريكي، وأنا ما عنديش المبلغ هذا. أقبله لأنه أولا لا أعتقد أنه بن علي
عمل تغيير سياسي جوهري بالنسبة للبرجيبة، بل هي مواصلة للنظام. ثم بعدها جاء جنوب الماء، وجنوب الماء 91 استطاع أولاد أحمد من جنوب الماء أن يفضح وأن يبشر بنهاية بن علي منذ 91، لأن جنوب الماء كتب أيام أو تحت وطأة الفيضانات التي مست سيدي بوزيد والقيروان والمناطق المهمشة، والتي فضحت هشاشة البنية التحتية، وفضحت أن بيانات 7 نوفمبر كانت بيانات هشة ضعيفة ومجرد شعارات لم تنزل إلى الميدان حقيقة. يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحاً مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. النظام السياسي كان نظام زين العابدين بن علي في نظام التحول 7 من نوفمبر نسميه نحن، يعني كان في بدايته وكان يرغب في استقطاب يعني معناها المثقفين غير النمطيين، ويعني فرصة كانت تاريخية لا تتكرر، وأعطي له يعني معناها هذا البيت الشعر. بيت الشعر هو صنيعة أولاد أحمد، أولاد أحمد، يعني بيت الشعر هو أولاد أحمد. بيت الشعر صار سنة يتداول الرؤساء عليه، لكن بيت هو بيت أولاد أحمد، هو الفكرة التي ناضل من أجلها في نظام بوليسي يتظاهر بممارسة الثقافة، إلا أنها ثقافة دائما ثقافة مؤدلجة، ثقافة مراقبة. فاستطاع صغير ولد أحمد أن يقنع جهاز نظام بوليسي لا يعترف بالثقافة، والثقافة عنده مجرد فولكلور شعبي لإرضاء الناس فقط. استطاع أن يقنع بفكرة بيت الشعر، وبيت الشعر هو أول بيت شعر في العالم العربي بأسره. الفكرة في حد ذاتها تحسب لأولاد أحمد. ثم فيما بعد جاء تطور الممارسة الإدارية، وأولاد أحمد هو ابن التنشيط الشبابي والثقافي ويعرف كيف تدار الأمور، وابن وزارة الثقافة لم يكن عسيرا عليه أن يمارس ذلك الدور الريادي في بيت الشعر، لأن علاقة بيت الشعر بالسلطة تبقى دائما علاقة نفعية براغماتية، وذلك الوجه النفعي البراغماتي هو الذي ضيق الخناق على أولاد أحمد، هو الذي لم يجعل أولاد أحمد يشتغل كما يريد في بيته، ولم يستطع أن يقوم بإنجاز مطلق يعني لكل أحلامه وآماله. يعني خرج من بيت الشعر وهنالك شيء من طموح الشاعر، شيء من تلك الأجنحة لم تطر بعيدا في سماء الثقافة، وهذه سنة التداول على العموم. لماذا طرد صغير أولاد أحمد من بيت الشعر؟ طرد لأنه لم يلتزم بتطبيق التعاليم السياسية في إدارة ذلك البيت. كان يسمح للجمعيات بتنظيم اللقاءات في بيت الشعر، يعني كانت الدولة تمنحها ولا تعطيها حتى المجال باش تكري نزل. فأولاد أحمد يوفر الفضاء للجمعيات باش تنشط، وكان أولاد أحمد يقف جنبا إلى جنب مع المعارضة في تونس، لأنه هو كان من المعارضة، مع الطلبة، مع الناشطين في المجتمع المدني، لذلك وقعت عقوبته. خرجنا الاثنين من بيت الشعر فما كانت إرادة سياسية
حتى يقع تجميد أولاد أحمد من العمل، يعني يطلبوا منه أنه يشد داره، يأخذ راتبه ويشد داره، ممنوع من الذهاب إلى شغل. فقبل محمد بهذه المعاملة يعني، وبقيت أنا في حالة بطالة. بعدين كل نص يكتبه محمد ضد السلطة ما يليه قطع راتب. قطع الراتب ينجم يدوم من شهر إلى 6 أشهر. يعني كانت فما سياسة وإرادة سياسية إلى تهميش الرجل. إذا أنت قطعت له راتبه يعني قطعت له رزقه، يعني ما ينجمش لا يأكل لا يدخن لا يشرب لا يأجر شقها ولا شيء. متعود بالاعتداءات. بالمناسبة سي سمير ديلو ماذا بيه نوجه له، هو يبحث على أموال تعويض السجناء السياسيين. أنا كنت مطرود من العمل 5 سنوات من 87 إلى 92 ولم يقع تعويضي إلى الآن. بعد تزوجنا احنا وعشنا في بيت حولناه الى شبه فضاء ينجموا ينشطوا فيه السياسيين والادباء، وتحول الى شبه نادي ثقافي. كان عندي دائما مشكل مع السلطه الحاكمه العلمانيه ومشكل مع المتزمتين. أولاد أحمد يمكن ابتدى مواقفه السياسية نظرياً، لأنه في عهد أبو رقيبة كان صعب جداً أنك تكتب الشعر عن أي موقف سياسي مهما كان، صعب مهما كان مهما كان. وفي البدايات كان شاب صغير، بعدين التجارب تطورت عند أولاد أحمد وصار أكثر نضج أكثر نضج. لكن طبعاً في عهد بن علي ابتدأ الشعراء يكتبوا نوعاً ما نوعاً ما أؤكد نوعاً ما بالرموز، يكتبوا رموز، لأنه معروف اللي إحنا عنا في بلداننا العربية الرئاسة مش الرئيس نفسه أما حتى المسؤولين عن الإعلام، فما نوع من الديكتاتورية لا يمكن أن تقبل حتى الشك، حتى شك أنه هذا يا مكتوب. أما صار الانفجار التعبيري عند أولاد أحمد بعد الثورة. يا عم أنا فهمت، فهمت الجميع، البطال المحتال. ستصل أيضا للشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها لأننا مرنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. محمد ساهم في الثورة التونسية. محمد نعتبروه ميناء المثقفين القلائل والندر في المنطقة العربية، اللي لعب دور المثقف العضوي ولم يلعب دور المثقف التقليدي. محمد يعني حول شقته في رادس الغابة إلى مقرا للقيادة الشعرية للثورة التونسية، فكان يكتب يوميات الشارع التونسي ما قبل 14 جانفي 2011. القيادة الشعرية للثورة التونسية حين اختلط الحبر والدم معا، كان أبناء القصبة يعتصمون وإضرابات جوع وديجاج العظيمة كما سماها صغير ولاد أحمد، كانوا يمارسون ذلك الفعل الثوري المتمرد في الحياة العامة في الحياة السياسية، وكان صغير ولد أحمد يمارس هذه السلطة الثورية، سلطة الشاعر، وهي كتابة نصوص تثويرية تحميسية تحميشية تؤجج نار هذه الثورة. إلى أن جاء خطاب بن علي يوم 13 جانفي اللي قال فيه غلطنا،
كتب محمد صغير أولاد أحمد، كتب خزعبلات نوفمبرية، وكانت الهواتف في اللحظة هذيك الهاتف نتاع الدار ما كانش يسكت بالكل، اللي الناس يا محمد ناحي التدوينة ناحي التدوينة، وكان محمد في اللحظة هذيك في حالة انفعال. وقعدنا نكتبه في الليل في الأوراق، نتبعه في شعارات بن علي دجاج اللي ردت فيها الشباب التونسي في اللحظة هذيك، بن علي دجاج، وخرج هو الساعة 7 صباحا، ذكر جيدا ذلك اليوم. وكانت المظاهرة في البدايات في 8 متاع الصباح في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، فبقى معايا، ومن بعد ضعنا على بعضنا في وسط الجماهير، وبدأت الحلقة تتسع تتسع تتسع. كانت ضيقة للأخر في البداية، شارع بورقيبة احنا كنا 6 من الناس، وفجأة بعد ساعة ونص الشارع ولا فيها أكثر من 500,000 مواطن تونسي. يوم أجمل يوم في حياتي عشته وهو اللحظة هذيك. أيضا في الفترة التي عقبت نظام بن علي وخروج الطاغية من البلاد، وجدنا أولاد أحمد واقفا كعادته، متمردا كعادته مع شباب القصبة، يحثهم على النضال، على الثورة، على أن لا تحيد الثورة على مسارها، لأن أولاد أحمد يتميز بتلك الرؤية البعيدة التي يستشرف بها المستقبل قبل غيره، وهذه ميزة المثقفين وميزة النخب الحقيقيين. فكان دائما ينهى على هذا التشرذم الذي يمكن أن يعقب هذا الزلزال المريع، الزلزال الثوري. كان يبسط الطريق بقصائد تتوجه إلى هذا الشعب، إلى هذا الشباب، إلى تونس التي عاشقها حد النخاع. بعد الثورة، في الثورة كما في كل البلدان العربية اللي قام فيهم ما يسمى بالربيع العربي، كان فما انتظار كبير، وكان في أمل كبير، فانتظر. مع الأسف في تونس سيطر الإسلام السياسي على الوضع، السعلكة متاعها أولاد أحمد الكلها انفجرت وحضرت، وصار رد فعل كبير. يكفي أنه قال اللهم أعني عليهم، فابتدأت الكتابة وابتدأ التكفير، كفروه تماما. إلهي أعني عليهم، لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي في بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها. معركة أولاد أحمد مع الإسلاميين أكبر من معركته مع السلطة زمن بورقيبة أو زمن بن علي، يعتبرهم أخطر على يعني على الشعب التونسي. شوف الحركات هذه التي تنطلق من الدين في عصر الجمهوريات، عصر الحديث، هي مخيفة، لأن مرجعياتها غائبة وإلهية ومباشرة ستصل إلى الدم. صار قول أولاد أحمد مرجعية للتعبير، صار العطار وإلا الخضار وإلا يقولوا كلمات أولاد أحمد، صاروا يحفظوا الكلمات، اللي كل واحد يحفظ الكلمات اللي هو يحبها، وصار أشعاره كأنهم أمثال مثل أمثال العرب. معناه رجع صحيح سعلوق ونديم وقوال، ما يقولوا القوال هما اللي يقولوا الأشياء المنطقية، ولا شعر المجتمع، مش شعر النخبة، شعر الناس الكل، كل الناس ولا يتكلم. وصار ما بيناته صراع تاريخي ما بينه وما بين النظام السياسي، فضحهم، فضح أعمالهم، فضح أقوالهم، فضح كذبهم، والشعر ما ينجموش يوقفوه. الشعر القلم والقول مخطرين جدا، ما ينجمش يوقفوه. وقفوه عن الكتابة يقول في الشارع، يوقفوه عن الشارع يقول في الجامع.
في كل مكان كان ينجم يعبر أولاد أحمد. أباحوا دم أولاد أحمد في عدة مناسبات، وقعت الاعتداء بالعنف عليه في الشوارع. يعني وزارة الداخلية كانت كل مرة تعلمنا باللي فما مجموعات حصلوا لما يقع القبض عليها إرهابية يلقاوا صورة المنزل وصورة العمارة. كما أن وزارة الداخلية تفطنت إلى أسلحة بيضاء موجودة أمام الشقة متاعنا، كانت سيوف محطوطة كرسالة موجهة بشكل مباشر حتى يصمت. تواصلت هذه المعركة حتى محمد وهو في القبر. يعني نعقل اللي فما منطقة اللي قرأ فيها محمد المدرسة الابتدائية سموها باسم محمد صغير أولاد أحمد بعد ما توفي. فجاءت مجموعة تنتمي إلى حركة النهضة في سيدي بوزيد وأزاحت اليافطة اللي فيها اسم محمد صغير أولاد أحمد وكسرت الرخامة على أساس أنه كافر وليس مثال يحتذى به لأولادهم. من بعد في مرحلة أخرى وقع الاعتداء على قبر صغير أولاد أحمد في عدة مناسبات، إلى أن وكنا لزمنا الصمت خاطر ما حبيناش نوجعوا الأهل وما حبيناش نوجعوا بنته صغيرة، معناتها تشوف في قبر أبوها يتكسر. وأنا كنت نمشي كل مرة نلقى القبر، لأن أنا أسبوعيا نقوم بزيارة محمد، نمشي نلقى القبر مكسر نجيب البنية نعاودوا نصلحوه، احنا نصلحوه وما يعاودوا يكسروا. إلى أن تكلم مجموعة من أصدقائه السيد محسن مرزوق ورئيس مشروع تونس وحمى الهمامي، خرجوا الوسائل الأعلام وعملوا إدانة، حملوا وزارة الداخلية يعني حماية، ضرورة حماية قبر صغير أولاد أحمد. يعني أولاد أحمد حي تعبهم، ميت مقلقهم، لنا تظهر قيمة النص وقيمة المواقف. مشددين أنا يعني أسخف عليهم، لأنهم أولا لم يطالعوا كتبا، لم يذهبوا إلى المدارس في ظروف اجتماعية قاسية. في سياسيين يعولون على المثقفين، وفي سياسيين آخرين يعولون على الجهل والفقر. نحن عوض أن نحارب الجهل والفقر نجند هؤلاء الناس من أجل غايات سياسية. أولاد أحمد كان دائما يقول نحن نحب البلاد، إن شاء الله البلاد تحبنا، هذه جملة معروفة عنده. وبقدر ما حبوا الشعب التونسي ويحبوا إلى الآن ويقدروا، وبقدر ما يحبوه النخب والبسطاء والطلبة والفئات الاجتماعية المختلفة في تونس، بقدر ما كانت الحكومات تتنكر للصغير ولاد أحمد. ولاد أحمد عنده 3.5 سنوات متوفي، وزارة الثقافة لم تقم بالأعمال الكاملة، لم تقم بترجمة أولاد أحمد. هناك جهات أجنبية ومراكز ثقافية أجنبية وجامعات أجنبية قامت بترجمة أولاد أحمد إلا وزارة الثقافة. جميع الأعمال التي معنتها قاموا بها مسرحيين وسينمائيين وإلا ندوات حول صغار أولاد أحمد وضعت في رفوف وزارة الثقافة إلى الآن وهو مجمد. دولة تونسية ما اعطتش حق صغار أولاد أحمد. هذا أنا لا يقرأ البوليس نصي في الجريدة ناقصا، بل يقرأ المخطوطة حذو مديرها في الليل قبل توجعي وصدورها، وإذا سأكتب بالبريد لمن أريد وما أريد.